أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل صلى ثم نبهه من خلفه أن في رجله لبان قد التصق برجله. يقول أحسن الله إليكم: رجل صلى ثم نبهه من خلفه أن في رجله لبان قد التصق. لبان؟ نعم. يقول: والسؤال: هل يعيد الوضوء والصلاة علما بأنه غير متأكد هل اللبان كان قبل الوضوء أم بعده؟ ولا يتحتم عليه قضاء الصلاة إلا إذا تيقن أن اللبان كان قبل الوضوء ولكن نسيه أو لم يعلم به إلا بعد الصلاة وهو متيقن أنه قبل الوضوء، فهذا يعيد الصلاة. أما إذا كان ما يدري فلا يلزمه القضاء إلا من باب الاحتياط، إن بغى يحتاط فلا بأس. نعم.